انما ايه الخلطة دي؟ دي خلطة سحرية، هي مغيمة شوية بس حلوة. ايه يا عفريت دي يا باشا؟ يعني بتبقى ايه؟ طافية شعبي؟ ومرعوب بغطيش؟ وشوفت واحنا داخلين كان في صفايح كده والبيع ياخدوا بقى البيع يعني الصفايح، وكل يوم طبعا طعم حسب الناس رمي ايه. بس برافو عليك يا خميس، عرفت تقفش دية الدنيا دي ورميت كله وضربته طبنجة. برافو يمين يمين، الدنيا واسعة قوي، ليه نضيع بقى على نفسنا؟ هي واسعة وبراحة، خدها مني واستلقيها، عيش يومك بطوله وعرضه، لأن دي الحاجة الوحيدة اللي ما بتتعادش تاني، وأي حاجة في الدنيا ليها كمالة إلا العمر ليه ساعة. خميس يا فندم. حلوة كمالة دي. قرب قرب فين؟ قرب بس أحسن، البت اللي هناك نفسها تعرف بنقول إيه. قرب قرب. بمناسبة الكمالة بقى، الليلة دي محتاجة تطرى شوية. تطرى شوية. تطرى. طلبك عندي خيالي شبه المنوع ده كده. فيها بيا. يلا بينا. ندفع ولا نقوم كده؟ نقوم كده. اتفضل يا باشا. حاسب الماية. يا سدد بالليل. الباشا كبير. تعال يا ابو سامي، تعال سلمي على سعاده الباشا. ابو سامي يا باشا يعني الكماله، يعني الحلو كله، تخصص زبيب. ازيك يا ابو سامي؟ ازيك يا باشا، نورتنا، اتفضلوا. اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل. ازيك يا بدران؟ زي الفل يا باشا. باشا ده فيه براحتك. اتشقلب. الله، ايه يا بدران؟ لا عايز اقول لحضرتك قعدت زي ما قالك بالظبط. براحتك. انت جبته هنا ازاي ده؟ يا ابني احنا اللي بنجيب ولا بنودي؟ كيف مطرح ما يطلب يجيب صاحبه، ومطرح ما يغمزه يوديه. امال هم ليه سموه مزاج؟ بس الراجل ده كبير قوي. ابن تسعة ولا مش ابن تسعة؟ ابن تسعة. يبقى يجي عند ابو سامية. يجي ويتضرب كمان. يتضرب بعد ايه؟ يجيب بعد ايه؟ اخرب بيتك. ده شكله فك على الاخر بجد. ولسه انت شفت حاجة في ابو سامية دي المفروض يتعمل لها تمثال. وده يحطوه فين؟ يحطوه فين؟ ده يحطوه عبرة بين كل اتنين متجوزين عشان يفهموا حاجة. الجواز والمزاج توم توم لازقين في بعض. يعني انت ما بتفهمش مصطلحات طبيه ولا ايه؟ بعد ما جبت الراجل ده هنا انا مصدقك في اي حاجه. ولسه يا رومانسي يا رومانسي، عبد الحليم لسه عايش والله. لا 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 يا باشا، هنا ما فيش رحراحه، هنا في مطوحه. قوم يلا شويه تمارين رياضيه. اتشقلب اتشقلب يا باشا اتشقلب. يا ليلة مجاني الغالي ودك عليا الباب، اتبطت انت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. يا ليلة مجاني الغالي ودك عليا الباب، بس انت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. اتشقلب بجد؟ انت لسه شفت حاجة؟
لا ده الليلة كلها شقلبة. كده هزعل يا رمانة، اللون ده مش لون والكلام ده مش كلامك كمان. احنا كنا كويسين وزي الفل. انا جيت بس عشان الفرقة والناس اللي شغالة وراي. الله، ما انت قلت هتسيبيهم. اي بس لازم اقفل لهم الأوبايج قبل ما امشي. وتمشي ليه يا بنت الحلال؟ ما احنا كنا زي السكينة في الجاتوه. اصل بصراحة كده جوزي بيغير علي، محرج علي الشغل. جوزي؟ اه جوزي. انت اتجوزتي؟ هتجوز. ومين ده اللي عايز ينكد علينا عشتنا؟ طبعا افندينا. خير يا شفاعه؟ زيارة من معلم النور وأمان. ماشي. انتوا فاكرين النوح ده ايه؟ عيل صغير ولا تاجر نص لبه؟ ده راجل من كبارات تجار الكار وله ناس ورجالته وعزوته. يعني مش بالساهل كده انه يطاط الكلام العمروتي ويلم الدور معانا. احنا في بيننا وبينه دم يا حاجه، مش بضاعه وفلوس. السوق شقلب حاله ابو جمعه وانت في السجن، والسيطره ما بقتش زي الاول. خش. لا مؤاخذه يا افندينا، اللي جابك هنا يا زوز؟ في زيارة مش على البال ولا على الخاطر. زيارة من مين؟ النمح برا. هات يا جمال يا رب. اهلا وسهلا بسيد المعلمين، كبير عيلة النوح وكبير الكيف وصاحب المزاج في البر كله. نورت يا معلم. النور نورك يا حاجة. ايه الريح الطيبة اللي حدفتك علينا يا معلم؟ كل خير يا حاجة، حق وبنرد لاصحابه. زوز أمر فندينا، خد رجالة المعلم نوح وسيهم شاي، خليهم يريحوا ايديهم شويه بالسلاح. وجب افندينا. يلا رجاله نفذ يا كبير. نفذ بس خليك قريب. حاضر. يلا رجاله. يلا رجاله. حق مين واصحابه مين يا معلم؟ حق افندينا وجايين يردهولي. الحق اترد لاصحابه من ساعه رجلك ما خطت عتبتنا، وعلى راي المثل من دخل بيتنا استاهل محبتنا. اه ومن جه دارك جاب الحق عليك، وما حب الا بعد عداوه.
أنا جاي أمد إيدي وأقول صافي يا لبن. قلت إيه يا معلمة؟ ما تحضرنا يا معلم أبو سلمى. الله يا معلم، أنا بقول القول عند كبرنا يا معلم نوح. الرد عند فندينا. قلت إيه يا كبير؟ حليب يا قشطة. يا بنت استني استني، انت على طول واخده الدنيا على الحامي كده. استني نتفاهم. نتفاهم في ايه؟ انت اتفقتي معايا ان احنا هنذاكر عندك، وجايه دلوقتي قدام مامتك تقولي ان احنا هنذاكر عندي انا، وكل ده ليه؟ عشان تروحي تسهري مع اصحابك؟ خلاص يا ستي روحي لاصحابك وسيبيني انا في حالي. طب تعالي معانا هتنبسطي قوي. طب خلاص استني، تعالي اوصلك في سكتي. سكتي اللي انا رايحاها بعيد عن سكتك يا بنتي. طب تعالي اجيب لك، مش هتلاقي تاكسي في الضلمه دي. همشي على رجلي لحد ما الاقي. وشي نكد بالسلامه.